نحن في عنا خطة واضحة المعالم، وفي عنا كمان خطة مواجهة اشتغلنا على أساسها 6 أشهر. نحن جاهزين نتساعد وما نتخلى عن مسؤولياتنا، ولكن بقول أنه التجربة والمتابعة إلى حيز كتير باتخاذ القرار. الصيغة اللبنانية يجب أن نحترمها جميعا، لوين بيرسي القرار نحن ما فينا نعترض ونتحجر بمواقفنا. نحن بس يكون في مبدأ عدالي بيسري على الجميع، نحن نرضخ لهذا القرار ومنكون متعاونين ومتعاطفين ولن نتخلى عن مسؤولياتنا. نحن عبر لبنان ديبيت بدي أقول أنه مرحلة كتير خطيرة عم نواجهها بكورونا، بعد ما سقطت كل الحجج وكل الأقاويل وكل الادعاءات إجا وقت الحقيقة أنه نرجع نواجه مثل ما واجهنا بالفترة الأولى لحتى نوصل لبر الأمان.